خوت السلام عليكم. قبيله حطيت موضوع على المسابقه ورشحت فيه الشروط ديال المسابقه. النهار خوت جيت نعطي تعريف بهذه الاله جيت ميديا في ويت فاندر 2. هذه فيها بزاف ديال الانواع، فانا غادي نفتح الكرتونه بعدا وعاد غادي نعطي تعريف. فهذه هي الاله، انا غادي نحطها ابار وغادي نوري غير لي زاكسيسوار اللي كيجيو فيها. وبهذه المناسبه هذه شكرا للاخ وديع، فمازال غادي نجيب منه، فاللي بغاهم راه موجودين. اللي بغاهم سيرتو الناس اللي كتهتم ب اللي كتهتم ب يعني ب بالريكلاج ديال لي ساتيليت وبالريكلاج ديال الاقمار. فهي هذه، فكتجيب واحد الحماله، هذه حماله تقريبا كديرها في الجهاز وكت يعني وكت كتمشي هزها معاك فين ما مشيتي. الخوت كتجي بكابل، هاد الكابل هذا ديال الفيويت، لا ماشي الفيويت، تيب سي. تحط لي فيويت تيب سي، كابل ديال تيب سي ها هو. وشارجور واحد الكوتيل اللي يمكن صغير ديال واحد الشارجور، حتى هو تيب سي، فيه الشارجور العادي الا بغيتي تشارجي شي حاجه عاديه، وهنا فيه تيب سي. المهم هذاك الشارجور اللي كيجي معاه راه كيدخل هنا تقريبا 25 واط، 25 واط. بالنسبه للفولتاج كنظن يمكن 5 فولت، قيل 5 فولت. نشوف 25 واط، 5 فولت، لا 12 فولت، 12 فولت، 12 فولت 2.5 امبير، 12 فولت. ما عرفتش واش تبان لكم، 12 فولت 2.5 امبير. صافي، واحد الكتيب ديال التعليمات، وهنا خلاص الكارونتي. صافي الخوت، هادي هي الكارطونة، يعني ما صافي هادي هي الكارطونة، وهنا المعلومات حول هاد بورتابل دي في بي فاندر، سات فاندر. هادي هي الآلة، فأنا غادي نخرجها من هادي. هي فين قلت لكم الحمالة ديالها، هنا كتعلق. إلا بغيتي تعلقها هما جوج ديال الودينات، كتعلق جوج ديال الودينات. هاهي شوف تبان لكم جوج ودينات، ودينا من لهنا ودينا من لهنا، باش كتعلق، باش كتمشي معلقة محملة. فأنا غادي نخرج الآلة من الغشاء ديالها. هادي هي الآلة الخوت، غنبريزونتيها هكا أحسن. فهنا شاشة ديال التلفاز ياك الخوت، هنا بطبيعة الحال الأزرار. إلا دورنا لهاد الجهة هادي فكتلقى المخرج ديال الأج دي إم إي، باش تخرج شي تلفازة أو تخرج المهم شي تلفازة اللي فيها الأج دي إم إي. هنا تلفازة عادية إلا بغيتي تخدمها مع تلفازة عادية، وهنا أف في إن، يعني إلا بغيتي شي حاجة يعني تبينها في الشاشة ديال السات فاندر، يعني كدخل هنا الأف في. صافي، من الوراء الخوت معلومات، وهنا داك البيف اللي كي او الباف او مدخن الصوت اللي كيعطيك داك طيط 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 ديال الاشارات. صافي، هذه من الجهه ديال الوراء. هنا الشارجور ديال تيب سي اللي قلت لكم قبيله، هنا البور ديال اليو اس بي الا بغيتي تقرا شي حاجه ديال الميديا، صور او شي حوايج او تفلاشيها، لان الفلاش راه كتفلاش. صافي الخوت، الا جينا قلبنا هنا، فهنا الزر ديال الباور طفي وتشعل، كاين الواحد هو الباور والزيرو هو تسكتها. وهنا خلاص منين كدير التبصيل، يعني كتجرو من التبصيل، يعني كتكون طالع في السطح، فباش تريقل التبصيل على الاسترا او على النايلسات او على الهوتبرد او الهيسباسات او على شي قمر، فكتحاول انك دير هنا داك الخيط اللي جاي من التبصيل وكتريقل بطبيعه الحال بالشاشه. فالشعل ديالها فكتشعلها من هنا، فاش كتشعل التلفازه هكا، وفيها مجموع هاد البولات هادو جد مهمين، البولات هادو جد مهمين. ومن بعد غادي نعطيو كيفاش انها كتخدم. فهاد الجهاز هذا الاسم ديالو هو الفيويت، الفيويت فاندر 2. وكما قلت لكم فهي فيها مجموعه ديال الاسماء، كاين ساتلان، كاين ستارسات، كاين هاد جيت ميديا، او كيقولوها بالاسبانيا خيت ميديا لانهم ما كيقولوش جي. كاين بزاف ديال الانواع، وقيلا حتى كنظن حتى الايكولانج يمكن كانت عندها شي وحده، على ما كنعتقد واش الايكولانج ولا الفيزيو. المهم حتى هي كانت عندها شي وحده بحال هذا الشكل هذا، ففيها مجموعه الاسرار. وغادي من بعد غادي نولي نعطيكم كيفاش انك تخدم بهذا الجهاز. فانا كيعطي
القيمه ديال الباتري او ديال البطاريه. والجهاز فكما قلت لكم جهاز اتش دي ام اي، هذا راه اتش دي ام اي. كاينه العاديه، كاينه اللي فيها ما فيهاش الاتش دي ام اي كتلقاها عاديه، هذه اتش دي ام اي. صافي الخوت، هذا هو الجهاز، يعني انا بريزونتيتو باش يعرفوه الناس. فاللي بغاه راه موجود، فاللي بغاه نكومونديه له راه موجود. الثمن الخوت فكاين مجموعه، يعني ما نقدرش ما كاينش ما نحددش ثمن واحد. فالثمن هذه بالضبط ديالها تقريبا ما بين 900-950 درهم، 900-950 درهم، هذا هو الثمن ديالها. وتقدر تلقاها في بعض البلايص ب 1000 درهم، هذا هو الثمن ديالها، غير باش تعرفوا شنو كاين. كاين وحدين اخرين شويه مجهدين، مجهدين على هذه، كيوصل الثمن ديالهم ل 1100 درهم، 1200، كاين ديال 1500، يعني فيها كما قلت لكم مجموعه ديال الانواع. المهم هذه كنخص بالذكر، هذه تقريبا ما بين 900-950 درهم، وتقدر في شي بلايص توصل 1000 درهم، باش ما نغشوش شي واحد او تكون شي واحد دوماندا. لان راه داك النهار قلت لكم كلما كان الكوموند ديال السلعه كبير كلما كان الثمن كيكون رخيص، ولكن كلما كان الدوموند ديال السلعه قليل كلما كيكون الثمن مرتفع شي شويه. فالاخ وديع فدومانديت عليه هذا البورتابل ديفي، وبطبيعه الحال هادو دابا نخصلهم موضوع ان شاء الله. فديجا كانوا عندي غير تسالوا، فتقريبا كنت جبت منهم شي 10 تسالوا، كان صيفطهم لي واحد الاخ من الناظور، فكان تسالوا ديال سميتو ديال 8 ديال لي صورتي. راه الناس اللي شافوا القناه راه ديجا درت عليهم، هذوك مشاو كاملين تقريبا، كنت جبت غير 10 د الحبات ومشاو كاملين. هادو عاود طومانديتهم، فهذا صديق ديالي، فجبت تقريبا نقول جبتي كلا شي 20 واقيلا يمكن اللي جبت، ولا مانا تقريبا نفس النوع، نفس النوع. بقاش كاين وحده ليمونيه وكاينه وحده في البيض. المهم هاد الاورو ستار هي اللي جبت. صافي الخوت، هذا الشيء اللي كاين في هذا الموضوع. نتمنى اني نكون قدمت هذه الاله بشكل واضح. اللي عنده شي استفسار او الاخر فبطبيعه الحال لي كومونتير. الله تبارك الله.